والله عمار يا بلد انت العزوي والسند واحنا رجالك للابد. والله اذاعه القران الكريم من نابلس تقدم عمار يا بلد. إعداد وتقديم دكتور محمد مصطفى بشارات. بإيدينا نعمرها وبثباتنا فيها نعمرها علشان تظل باستمرار عمار عمار يا بلد. البلد بلدنا وإحنا عمارها. طبعا عمار، إيه والله عمار، لازم عمار. عمار يا بلد. عمار يا بلد لما الجار يحس بجاره يتفقد ويزور بداره يحفظ له ماله أسراره. والله عمار يا بلد والله عمار يا بلد انت العزوي والسند واحنا رجالك للأبد. والله عمار يا بلد شارع حيك مع دخلاته نحمي بحرقة ممتلكاته نسقي عرصيب وزهراته. والله عمار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أعزائي المستمعين الكرام في برنامجكم دوما عمار يا بلد، برنامجكم المتجدد بمواضيعه المجتمعية عمار يا بلد، نناقش فيه سبل الإعمار والطرق وبوابات البناء. فحياكم الله عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من نابلس وأيضا عبر بثنا المباشر لصفحة إذاعة القرآن الكريم على الفيسبوك. بالمحبة والإباء والله عمار يا بلد والله عمار يا بلد. قدمنا لكم أيها الكرام في برنامج عمار يا بلد بحلته الرمضانية ما نخاله هاما ومفيدا من المواضيع الرمضانية، وها هو رمضان يودعنا ولم نكتفي منه بعد. بكت العيون على الفراق حقا، لقد كان ضيفا حل بعد اشتياق، ضيفا كريما مليئا بفضائل الأخلاق، صيام وقيام وطيب الإنفاق وخصال الطاعات، كان ضيفا عزيزا طيب الأعراق. لحظات ذهبية أيها الكرام قبل انقضاء آخر أيام شهر رمضان المبارك، شهر الخيرات والبركات، فلنعمرها بذكر الله والاستغفار. تقبل الله منا ومنكم رمضان، أسأل الله أن يجعلنا ويجعلكم ممن عفى عنهم ورضي عنهم وغفر لهم وحرمهم على النار وكتبهم من أهل الجنة. وداعا رمضان، اللهم تقبل من الصائمين والقائمين والراكعين في شهرك شهر الرحمة، أعده الله على المؤمنين والمؤمنات بالخير والبركة والغفران. ربنا استودعناك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا. والله عمار يا بلد والله عمار يا بلد انت العزوي والسند. حياكم الله أيها الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وحلقتنا اليوم في هذه الأيام الأخيرة من رمضان، ونسأل الله أن نذكركم ونذكر أنفسنا بالقيام وخصوصا قيام الليلة 27. موضوعنا اليوم أيها الكرام هو العيد وتجهيزاته. كل عام وأقصانا ومسرانا وأسرانا يا رب بألف خير، كل عام وأسرانا يعيشون على أمل الحرية بل وهم بيننا أحرارا بإذن الله، كل عام وجرحانا على أمل الشفاء ورحم الله شهداءنا الأبرار. أيها الكرام، ما هي تجهيزاتنا للعيد؟ هل هي ملابس ومأكولات أم أن للعيد معان أعمق من ذلك؟ أليس يوم العيد هو يوم الأفضل لحل نزاعاتنا والتصالح وإنهاء الخصومات ووصل من قطع من صلة الأرحام؟ أليس هذا هو المعنى العيد الحقيقي لابد أن يكون بيننا حتى نحسن الإعمار في القلوب والسلوك وعلى الأرض؟ أيضا أيها الكرام، الإسراف في التجهيزات للعيد بات ظاهرة مخيفة وتزداد عاما بعد عام للأسف الشديد، عاما بعد عام من هذا الإسراف الذي دائما نضيع فيه كثيرا من الأشياء والأوقات، بات ظاهرة الإسراف مخيفة تزداد عاما بعد عام، وكأن الناس في سباق عمن ينفق أكثر ويبذر ويبذر أكثر ويشتري ما يلزمه وما لا يلزمه من حلويات ومكسرات وخلافه فائضة عن الحاجة، وشراء أغلى الثياب والعطور بينما هناك بيننا من لا يستطيع تأمين الملابس العادية لأبنائهم. أليس العيد
فرصة لإظهار التكافل والتراحم الحقيقيين بين الناس، لا شعارات وخطب وتعليقات عبر السوشيال ميديا. هل نقضي العيد في التنزه والأكل والنوم فقط، أم أنه فرصة للعبادة؟ وأيام شوال الفضيلة فرصة ذهبية لاستدراك ما فاتنا. في هذه الأيام الفضيلة علينا أن ننسى أبناء الشهداء والأسرى وعوائلهم، وقد كانوا كثيرين في هذا الرمضان، نزورهم، نطمئن عليهم، ندخل السرور لقلوب أبنائهم ولو قليلا. العيد أيها الكرام أيضا فرصة لصلة الرحم والتوسع على الأهل والتوسع على الأقرباء بما فتح الله عليك وبما أعطاك، وكل حسب قدرته وحسب إمكانياته. فلا تنتظر الأخت الفاضلة الرحم أن ينفق عليها أخيها في العيد فقط، بل تنتظر وتعذره إن لم يستطع، فدخلته برضو كويسة. اليوم دعوتنا لكم جميعا أن نحسن استثمار هذه الأيام العظيمة الجليلة بما يعود بعمار هذه البلاد وعمار العباد وعمار سلوكنا أيها الكرام. إذن العيد وتجهيزاته موضوع حلقتنا في هذا اليوم من برنامجكم عمار يا بلد. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب، كل عام يا الله، والعام هذا إن شاء الله أن نكون في أقصانا نصلي صلاة النصر يا رب العالمين. وقبل أن أخوض معكم في اتصالاتكم كما العادة التي أستقبلها عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وهواتفنا 0923-3110 وعلى جوال 0599-15-10-10، دهوني أذهب إلى فقرة أبو رشاد والفنان عبد الفتاح العياسي وماذا يقول لنا عن رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن نقول لك يا رمضان وداعا، بل إلى اللقاء. بدي أنا بداية أقول عن موضوع العديات. موضوع العديات مربوط في قصة الرواتب وشحة الرواتب. أنت يا أختي وأنت يا بنتي، اوعي تزعلي إذا أبوك أعطاك 5 ليرات أو أخوك مد عليك 20 شيكل وأنت متعودة تاخدي منه 100 أو 200 أو متعودة تاخدي 20 ليرة أو 10 ليرات. اللي بدي أقوله، العيد بمصاري وبلا مصاري. اوعي تفكري انه اذا اخوك او ابوك او قريبك ما اعطاكيش مصاري وما عيدكش هو نقص. لا، هو مجرد وصوله عندك ودخل عندك وزارك هو قام بواجبه، صلة رحم، وقال لك كل عام وانت بخير وتقبل الله طاعتكم، يكفي. اوعي تزعلي. رسالتي للاخوات، العيد مش بعديته، العيد بانجازنا في رمضان. عيدنا هو قديش عملنا خير في رمضان، قديش أمنا، قديش صمنا، قديش صبرنا، هذا الإنجاز وهذا هو العيدية. أخواتي وبناتي وأمهاتنا، اوعوا تزعلوا من أولادكم وشبابكم، من إخوانكم وأبهاتكم آبائكم أجدادكم. اللي معوش مش شرط إننا نحرج، وإذا أنت معكش مصاري زور رحمك. في ناس العام ما راحوش يزوروا لأنه معيش مصاري، لا، روح زور رحمك وإنت رافع راسك، أنت رايح في عمل عظيم وربنا شايفك من فوق 7 سماوات، لأنك إذا وصلت رحمك ربنا بيصلك. ربنا حلف يمين، من قطع الرحم قطعه ومن وصل الرحم وصله، فليش تقطعوا هالرزقة؟ اتفكرش المصاري هي صلة الرحم. اوعي تفكري يا اختي صلة الرحم مصاري. المصاري سلعة ومادة بتروح وبتيجي، هي وسيلة للتعامل مش غاية إلنا، اوعي تفكروها غاية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وتقبل الله منا الصيام والقيام، وكل عام وأنتم بألف خير وسعادة وبركة وهدوء وسرور. جزاكم الله خير. عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بحييكم أبو رشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا أبو رشاد، أسأل الله أن يتقبل منك. أبو رشاد كان معنا على مدار هذا الشهر أيها الكرام بإطلالاته الجميلة، ومشكور الأستاذ عبد الفتاح العياسي على ما أدلى بدلوه، الله يجزيه خير. طيب، قبل أن أذهب للاتصالات كمان أذكركم أيها الكرام أن هناك كمان في مخالفات في العيد، المخالفات الصارخة والمؤلمة ولا بد أن نتحدث عنها. كمان أذكر الناس في الرحم وأبناء الشهداء والأسرى وأفعال العيد الإيجابية. كمان هناك مخالفات للأسف الشديد، الحفلات اللي بتصير بالمطاعم بالعيد وبالغنى وخلافه، مخالفات شرعية في يعني في أسوأ يعني مناظرها. تخيلوا معنا، قبل أيام أو قبل ساعات كنا نصلي ندعو الله، اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، نبكي لأن الله ونرجو الله عز وجل أن يغفر لنا، ثم هذه الفرحة نختمها للأسف الشديد في مطاعم،
بتبرج، بإسراف، بحفلات يعني تخالف شرعنا، تخالف ديننا، بل تخالف قيمنا الوطنية. فلذلك اتقوا الله يا أصحاب المطاعم، اتقوا الله فيما تفعلون، واجعلوا مالكم حلالا. وملاحظة، الله يكرمك يا رب، إن فكرت نفسك بتكوش المال كوش، تعرف إنك ستحاسب عليه. فاجعله مالا حلالا، اجعله مالا حلالا، لأنه في النهاية ما تفرحش كثير كما فعل يعني قارون بفرحته أن عنده المال، فقد أخذه الله ولم يقي له المال. فاتقوا الله فيما تفعلون، ولا تقل الله جميعا. إذا خلي أذهب أنا وياكم للاتصالات أيها الكرام، واستقبل اتصالاتكم على 0923 13 10، وعلى جوال 0599 15 10 10. ماذا نتحدث عن العيد؟ أفعال العيد، ما هي مطلوب منا في العيد؟ زيارات وأفعال إيجابية. ما هي قصصكم، مبادراتكم؟ بماذا تذكرون الناس؟ بماذا نفعل؟ ما هي أهم الملاحظات اللي لابد أن نتذكرها جميعا حتى لا نقع في مخالفات، وخصوصا أن هذا العيد يأتي بعد حظر لمدة عامين، وبتعرفوا كانت تجديدات عشان موضوع كورونا. فالحمد لله اليوم في عنا فرصة أن يعني أن نسارع في الخيرات، أن نسارع في صلاة الرحم، أن نسارع بالأفعال الإيجابية التي ترضي الله عز وجل. أروح لأخوي أبو إبراهيم الفقوع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، الله يعطيك ألف عافية ويبارك فيك. الله يكرمك. صديقي العزيز، بادئ ذي بدء، العيد من عادة يعود عودا، فبالتالي العيد عند المسلمين بالذات هو يوم طاعة لله عز وجل. لكن قبل أن ندخل في العيد، دعني أن أوجه رسالة للناس كافة، ألا وهي بقي عندنا أيام قلائل، ساعات، دقائق، ثواني، أن نغتنمها في طاعة الله، خاصة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وأن لا ننشغل في التسوق والأمور التي هي كلها زائلة، فلنشتغل بما هو باق. فلنشتغل بما هو باق. بادئ ذي بدء، العيد الرسول صلى الله عليه وسلم عيد في عيد الفطر عيد له معنيان. المعنى الأول عيد بعد طاعة لله عز وجل وركن، وهو الصوم، ومن ثم فرح وانتصار بالنصر في معركة بدر. أسأل الله أن يفرحنا كما فرح الرسول صلى الله عليه وسلم بالنصر في معركتنا مع الأقصى. أما النقطة الثانية، عيد الأضحى أيضا أتى بعد إتمام ركن الحج، ومن ثم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي بعد فرحة بإتمام الدين. فهذا هو معنى العيد بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. كل عيد كان عيدين. أما أحببت أن أعرج على بعض الأمور، ألا وهي صلة الرحم اللي قلت عنها أنت، ما بما تبدأ؟ نعم. تبدأ بالسلام وتفقد الأحوال، لكن أحد العلماء أشار النقطة الثالثة وهي أهم نقطة، أن نذكر بعضنا بعضا بالله وبتقوى الله وبدوام طاعة الله، فيصبح المجتمع كله أهل دين وأهل تقوى. ومن ثم حبيبي أبدي أقول كلمة، ألا وهي أن الله عز وجل في كل يوم من رمضان له عتقاء، وفي ليلة القدر يعتق ما أعتق من بداية رمضان إلى ليلة القدر، وفي يوم الفطر يعتق ما أعتق من أول رمضان إلى ليلة القدر إلى المجموع كله. فبالتالي هذا يوم عبادة وشكر لله عز وجل. وبدي أوجه رسالتين بسيطات، ألا وهي معي أخي الحبيب. طبعا طبعا، الله يرضى عليك. بقول لا ننسى الأقصى بعد رمضان، لأننا إذا لم نعمره نحن سيعمره غيرنا. فعلى المسؤولين إذا بسمعوا رسالتي تسيير رحلات مجانا من كل المدن إلى الأقصى بصورة منظمة ومرتبة، كي يبقى الأقصى إن شاء الله عامر لأهله. أسأل الله للجميع عيد خير وتفاؤل بما هو آت، أن يكون كل يوم يأتي علينا هو يوم عزة ونصر وتمكين. وبارك الله فيك، وجزاك الله خير الجزاء. الله يجزيك الخير إبراهيم، بارك في عمرك. أنتوا دائما بدكم تشرفوهم لهالمسؤولين، يعني بشرف زيارة الأقصى والبحث عن الأقصى. إن شاء الله يا سيدي اسمعوا المسؤولين، إحنا إن شاء الله يكفي من يتبرع ومن يتطوع من يفعل ذلك الفعل. وبتمنى أن كل مسؤول يأخذ مسؤوليته بالمعنى الحقيقي، لأنه اليوم إحنا محتاج أن يكون العيد هذا عيد سعادة وعيد محبة وعيد تصالح مع النفس وعيد تصالح مع مجتمعنا، وأيضا أن يكون عيدا حقيقيا، وأن نصلي صلاة العيد كلنا في ساحات المسجد الأقصى المبارك بإذن الله رب العالمين. أروح لأخوي أبو محمد من دورة. أبو محمد السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. حياك الله، كل عام بخير. الله يخليك. صحة وسلامة. صحة وسلامة. الله يبارك. تحياتي لك وللمشتركين وللمستمعين. يا سلام، إنها
فعلا انه عنوان رائع واللي قدم اكثر من رائع. روح استغفر الله. الله يكرمك. الله يكرمك. والله ذكرني قول الشاعر: عيد باي حال ناتي عيد. ان شاء الله يا رب اول شيء انه يبلغنا ليله القدر ونستطيع ان نقومها على اكمل وجه، ويبلغنا رمضان والاعياد القادمه اعوام عديده يا رب. نعم. اول شيء. الشيء الثاني دكتور، تفضل. الو. تفضل تفضل. طبعا الشيء الثاني زي ما انت تفضلت بالنسبه للاحتجاجات رمضان وكذا والاصرار، يعني الواحد يعني عقد كنت بقول لك عقد الحافك من رجليك كيف احفوها، يعني الواحد ما يبالغش. وبالنسبه للرحم وكذا والاشياء الرمزيه زي ما تفضل الفنان ابو رشاد الله يجزيه خير. نعم. والله يا دكتور انا شايف انه الا ما رحم ربي، الا ما رحم ربي، والله اذا ما كانش معك وحصلت له، وبعرف لك ناس انه راح تدين وعيد. هذه شغله. صحيح. الشغله الثانيه انا بناشد كل الاخوات. نعم. كل الاخوه انهم زي ما انت تفضلت انهم يحرموا، ممكن انه الواحد مش قابض، ممكن انه القبضه ما كفت لانه طالع من رمضان. صحيح. وعلمك كيف احتياجات رمضان صعبه. فيعني في ناس بيدخل، يعني انا بديش احكي عن نفسي، انا بدي احكي عن نفسي، عن ناس انا شهادتهم وقبلتهم وحكوا لي ماشي. بدخل. نعم. 20 او 30 دار. طيب ال 20 30 دار يعني لو بده 150 شيكل هي مثلا نص قبض ولا بكره 3000 يعني اقل شيء يعني احنا بدنا نقول. فزي ما تفضل الفنان ابو رشاد، زي ما تفضل الفنان ابو رشاد وانت تفضلت انه يعني الشيء رمزي. واستذكر يا دكتور واحنا صغار هذا شكل يعني اتذكرها. نعم. انا براشد كل الناس المقتدرين يعني الكبار. نعم. انهم يرفعوا على الصغار يعطوهم يوسعوا عليهم يفرطوا عليهم يفرطوا واحد شواكل جيكته كل ما لقاه ولد صغير، الولد صغير اي واحد كبير بلاقيه حتى لو ما كان شافه. كنا واحنا صغار والله يا دكتور انه نروح نصلي مع المسجد ورا الرجال الكبار، ولما انهم يطلعوا والله نستنى احنا الولد الصغار. نعم. ان نسلم عليهم واحد ورا الثاني وما نعرفهم ونبوس ايديهم والله. مشان ايش؟ مشان يعطونا، مشان يعطونا. فانا بنصح الناس الكبار انهم الاولاد الصغار هذول يفرطونهم في جيابهم ويعطوا اي واحد تعرفه ولا ما تعرفوش والله. هذه الذاكره بتضل في الطفل شايف. وكل عام وانتم بخير مره ثانيه، انت وللطاقم وللمشتركين وللمستمعين، وتحياتي يا دكتور. الله يكرمك ابو محمد الغالي ويجزيك الخير. اروح لشادي حنون. شادي حنون سلام عليكم. السلام عليكم. صباح الخير دكتور، صباح الخير مستمعين مشاهدي، صباح الخير لاخوتنا الاقصى في السجون ان شاء الله يا شباب. الله يكرمك يا رب. ان شاء الله ما بيجي العيد الا بديش اول رمضان، ان شاء الله ما بيجي العيد الا تكونوا بين اهالينا وبيناتنا ان شاء الله يا رب العالمين، وتكفوا اماياتكم واولادكم وازواجكم. والله يا دكتور يعني مش بحكي معك قاعد يعني الدمع بعيني لما بتذكر كيف يعني كنا بالسجن وكانت تيجي هاي الايام والشباب معنا بتيجي لهم اولاد كيف كانوا يقعدوا هذيك الليله صفنانين، خصوصا ليله العيد بالذات. صعبه يا اخوانا، هاي لحظات صعبه على الاثير عشان يكونوا عارفين. والله صعبه يا دكتور. صح. لذلك واجبنا اليوم نهون على اهاليهم بالزياره. أيوة. بالسؤال، بالمتابعه، بنعرف حالهم، نتفقد الحال والاحوال، مش نتركهم بس ندعي لهم بس وخلصنا. يا بي ما احلاك يا دكتور. يا الله ما احلاك. والله يا دكتور لما بشوف الناس يعني هينا اقول لك يا هينا يعني شباب احنا قاعدين نقول فشو رايك ننظر الى اهالي؟ قال ليش لا؟ وكان يا عمي نبسطهم لو بفوت لو يعني لو بفوت بشغلات بسيطه. السؤال والله بخفف يا جماعه الخير، السؤال عن ابن على اهل الاسره والاهل الشهداء والله برفع المعنويات. انا اسير بيت وانا لي اخ لما حدا بيسال اخوي او بيجي بقول له ابوي بقول له ان شاء الله انه ابنك بربنا عندك ان شاء الله ما بيجي والله العظيم ما ابي بنبسط الا والدك. صحيح. ناس كثيره دكتور يعني بدنا نقول يعني شو بدنا نحكي احنا يعني غير ما الله يا ربي ان الله يفك اثرهم يا رب. شغله ثانيه دكتور بالنسبه للمعيدين. نعم. في الزمن من حوابل من وانا كان عمري 13 14 سنه يا ابوي اللي روح عيد عماتك قال لك اول ما فت انت خالتي واعطيت العيديه وعمتي قديش هي كانت هي رمزيه بسيطه اللي بتقول لي هاي احلى عيديه بدي ابروزها لانه من ابني الغالي ومن اختي الغالي فهمت علي انه شافت انه ابن اخوها فات عليه وعيدها له ب 20 او ب 25 وهي دعوه للشباب الشباب الصغار والناشئين والاشبال انه تفقدوا الرحم مع الاباء وهذا من اجمل الصلات اللي بنصنعها اليوم من ما اجمل الصلات. وبعدين يعني لما تاخذ ابنك وتعلمه هاي الامور تاخذه عند خالاته وعماته وتعلمه انه سنه الرحم هي بترفع الرزق هي بترفع لهم.
وغير هيك بدي احكي شغله مهمه كمان دكتور سريعا. يا اخوان اللي بسمعونا التجار ارحموا الناس. أيوة. والاهم من كل شيء لما ليله الوقفه اكرموا شغيلتكم، اكرموهم اكرموهم بزياده شحطه، الله بيكرمكم. ان شاء الله ان شاء الله بنعاد علينا وعليكم بكل خير ان شاء الله. الليله تكون ليله فضيله، الله يعتق غابنا من النار ويغفر لنا ذنوبنا، وان شاء الله نفتح صفحه مع ربنا. قول امين يا اخوان. امين الله يرضى عليك. وان شاء الله الله يعز دوله الاسلام والله يرفع الغم يا الله. وبعدين في شغله سريعه دكتور، يا شباب ان شاء الله لما بتصير قصه معكم مشاكل ارحموا الناس. يعني امبارح صارت شغله امبارح بنادس، الله يهدي البال، الله بده الستر يا اخوان، حقن الدماء بهذا الشهر الفضيل بهذه الايام المباركه. عدوا للعشره يا اخوان، عدوا للعشره، ما حدا قد الدم. ويعطيك العافيه. شكرا شكرا شكرا. الله يجزيك خير. بوركت بوركت على العكس. اللهم احقن دماء المسلمين ودماءنا، واصرف عنا كيد الظالمين وقيد الشياطين وقيد هالجواسيس، لانه في النهايه في اليوم الشيطان اذا مصفد ما في ناس يعني الأم وأسوأ من الشيطان يوقد دائما الفتن. فالله يصرفهم عنا ويحقن دماءنا يا رب، ونكون أكثر انسجاما وتماسكا، لأنه إحنا دمنا غالي كثير يا جماعة الخير. فقط في سبيل الله ممكن يكون رخيص، أما في غير ذلك لا، دمنا غالي وغالي جدا. كمان أروح لأخوي الشيخ سميح، الله يكرمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل شيخ سميح. يتقبل الله منا ومنكم خالص الطاعات، الله يكرمك، العبادات. نحن في حسد، نحسد بعضنا بعضا في هذا الشهر العظيم الذي نقوم به بكل عبادة. الله سبحانه وتعالى غبطة 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 جميلة، علمنا كل شيء. نعم. وتعهد فينا في كل شيء. هذا شهر مبارك، شهر الانتصارات. انظر كل انتصارات المسلمين العظيمة القوية كانت في هذا الشهر المبارك. نعم. من معركة بدر وفتح مكة، معركة عين جالوت، كلها كانت في هذا الشهر. وعيد المسلمون بعزة النصر وبقوة الله سبحانه وتعالى. نعم. نحن يجب علينا دائما أن نذكر أن الله لم يتركنا عبثا، بل أرسل إلينا رسالة هي الخالدة إلى يوم الدين. كما قال أحد الأشخاص العلماء. نعم. الغير مسلمين، إن محمدا صلى الله عليه وسلم علم أمته وأفراد وأتباعه كل شيء، حتى طريقة القضاء الخلاء، قضاء الحاجة. فنحن الآن في هذه الأيام المباركة يجب علينا أن نستغلها وأن نستثمرها. يا رب الله يكرمك. ليس العيد هو كما تفضل الذين سبقوني وسبقتني أنت. نعم. بذلك ليس العيد هو فعلا حقيقة الصرف والتصريف، العيد هو التقارب والتراحم بين الناس، أن تذهب إلى رحمك وأن تتواصل معه حتى ولو كان اتصالا هاتفيا بينك وبينه للسؤال عنه في مثل هذه الأيام، فهذا يكفي. حسنت. يجب علينا أن نتمسك بهذا الدين، وأن نعلم أننا لا يمكن على الإطلاق أن نرقى وأن نصير إلا بتمسكنا بديننا. الله يكرمك. نسأل الله العلي العظيم. آمين. أن يعيد هذه الأيام علينا بكل خير يا رب العالمين. وكيف لا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال أحسنت. فكأنما صام الدهر كله. يجب علينا أن نقتدي بهذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نجعل أيامنا كلها رمضان. الله يكرمك. بوركت بوركت شيخ سميح، الله يجزيك الخير. وكل عام أنت بخير، الله يتقبل طاعتكم إن شاء الله. والإذاعة المباركة بخير. بوركت بوركت، الله يرضى عليك. طيب أنا أحد الأخوات تحت الهواء بترسل بتقول لي دكتور يعني مالكم على العيدية، أنا لو يصح لي أخلي كل الرجال يدفعوا لي فوقهم اللي تحتهم في العيدية يدفعوها. أصلا يا دكتور ما بزوروناش غير مرة بهالسنة وبهالعيدين، وما منشوف زكومهم غير هالمرتين، يعني كمان لا حكينا على العيدية. طب ما أخوي بيقدر ومعاه، خليه يدفع، خليه يوسع على أهله، ومش غلط يا دكتور. فدشروكم من العيديات، طلعوا على الإسراف الآخر الذي ينفقه الآباء والأزواج والرجال في إنفاقهم، بروحوا على الحفلات وبيدفعوا، وبروحوا على المظاهر وبيدفعوا، لما بيجي على صلة الرحم ليوسع على رحمه هون بصير تدفعوش وتحملوهم ومعهم مش رواتب. أنا وجهة نظر يعني نتقبلها. ومحمود مطر شان تعرف قديش الموضوع مهم يا حبيبي. أروح لأختنا مروان من الخليج. السلام عليكم. سلام 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 عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك يا مروان، تفضلي.
الله يخليك. يعني أنا بدي صلة الرحم معروف واللي حكوه يعني بديش أعيد وأزيد. نعم. لكن بدي بهذه الليلة ليلة القدر. نعم. إني أجدد وكل واحد رسالتي إلى الجميع إنه يجدد العهد مع الله بأنه يداوم على الطاعة. لأنه فيه يعني داوموا وصلوا وعملوا وسووا كل شيء. فبيقولوا ليلة العيد في ناس خلاص عيدنا. ما معنى عيدنا؟ يعني خلاص ختمنا القرآن صلينا صليتين وعيدنا الناس خلاص بدنا نرجع حليمة عادتها القديمة نرجع للمخالفات وللأعمال اللي كنا نعملها لا ترضى الله. فهذه أنا يعني إنه نجدد العهد ونداوم على الطاعة زي ما كنا برمضان نكون بعد رمضان يا رب. يا يعني هذه في يعني محاضرة كبيرة سمعتها أنا ماذا بعد رمضان. نعم. يعني في ناس كثير بتترك كل إشي وبت يعني خلص بدنا نرجع لله بدنا نرجع للفتح بدنا نرجع للتبرج للغيبة للنميمة لأنه في رمضان إذا حدا جاء كثير ناس خلي صيامنا معنا. ماذا بعد رمضان؟ أحسنتي. وهذا تذكير للناس حتى يعرفوا أنه مش فقط العيد، العيد وما بعد العيد من سلوكيات نطيع الله عز وجل. أيوة. لأن الله سبحانه وتعالى رب رمضان رب الأشهر كلها، يعني مش رمضان يعني. أنا بدي أركز عليه بعد رمضان. أحسنتي. الله يجزيك خير يا مروان. نداوم على الطاعة. بس بدي أقول طرفة يعني. تفضلي. في بقول لك واحد ليلة العيد جاب هالسجادة والسبحة والقرآن وأعطاهم لمرته وقال هذا بتخبيهم لا رمضان الجاي. العدة. الله يجزيك خير مروان بوركتي. الله يكرمك تقبل منك ان شاء الله وكل عام بخير يا مروان دعواتك دعيني ان شاء الله. الله يبارك عمرك. اروح لاخوي ابو واصف. ابو واصف سلام عليكم من نابلس. كل عام وانتم بخير يا حاج. الله يخلي لي اياك تاج راسك. الله يبارك لنا فيك يا رب في كلامك المعسل. خلي لي اياك الله يتقبل منا جميعا. العيد الاكبر هو تحرير بيت المقدس. يا عين عليك. في بعد المقدس هو لا ما في بعد سيدنا صلاح الدين أنا بقول عنه الله يا ربي يتقبله في الشهداء 20 عام ما ضحكش لسألوه ليش ما ضحكش يا أمير. نعم. يقول لهم كيف أضحك وبيت المقدس محتل يا الله. ها هذا العيد الأكبر. حسنت. العيد الأكبر أين الرجال العيد الأكبر أين المسلمين يا أستاذ؟ والله أين المسلمين يا قاضي الحاجات؟ يا رب يا قاضي الحاجات استعينوا بالله يا رب استعينوا بالله. نعم. ما إلكن إلا الله يا شعب فلسطين يا رب. ما السلام يا رب. عليكم بوركت. الله يجزيك خير أبو واصف. أحسنت والله قرعت قبول قلوبنا والعيد الحقيقي إن شاء الله نكون كلنا في ساحات المسجد الأقصى يا رب محررين يا الله يا الله يا رب. اروح لاخوي الشيخ طايل الطراوي. الشيخ طايل سلام عليكم. وعليكم السلام يا فكرات دكتور. الله يخليك. ابتداء من حيث انتهى اخانا العزيز الكريم ابو اخو. تفضل دكتور. اول شيء بنوجه الرساله للام الاسلاميه اللي بيوصل اثير اذاعتكم لعندهم خارج الوطن. نعم. وجوز واحد منهم مقتدر يغير كثير من الظروف والامور اقصى بحاجه لدعم دائم. نعم صحيح. لاخواننا الناس اللي برا والداخل هاي دعوة احنا بندعو لصلة الرحم والاقصى رحمنا. يعني احنا نقول اللي بيسر يسرجوهم في الزيت ونحن نسرجوه في الدماء. قال من لم يستطع ان ياتيه فليسرجه بالزيت. واليوم فيش زيت في دعم مادي. نعم صحيح بالمعنى يعني. احسنت. بالضبط. احنا بدنا الدعم المالي والاقتصادي لاهل القدس ولمحيط القدس عشان ندعم المسجد الاقصى اولا. بالنسبه للاسرى يا دكتور. نعم. الاسره انا بدي احكي لأقاربه والناس اللي حواليهم كل واحد يعرف عنده أسير في العيلة أو من جيرانه أو كذا يروح يزوره يواسيه. والله يا دكتور الإنسان المقتدر بنتعش به. أنا المغلوب على أمر بدعي. أما الإنسان المقتدر واللي كادر اللي قادر يقدم لازم يقدم. صحيح. صاحب المال اليوم لازم يقدم. ما بكتفي ولا بقبل منه أنه أنا تتعاطف معي التعاطف مع الناس الضعفاء اللي لا يملكون من أمرهم حيلة. أما الإنسان اللي معايا دكتور لازم يقدم واجب وطني ديني وأخلاق عليه يقدم. صحيح. الشهداء يا دكتور زي ما حكى الجميع الشهداء الأسرى بديش أوجه دعوة عامة للكل. الأصل تكون الدعوة عامة لجميع الناس دكتور. صحيح. ولكن كل واحد فينا أنا بوجه رسالة له يتفقد الحواليه يشوف الحواليه ويروح لهم بشكل شخصي وكأنه فيش حدا بزورهم إلا هو يا رب. شغلة ثانية يا دكتور وأنا أسف إذا أطلت. تفضل. إحنا اليوم طالعين من رمضان وأسأل الله للناس اللي صاموا والناس اللي
احتسبت عند الله أن ربنا يتقبل منها يتقبل منا ومنكم وربنا يعيد علينا وإحنا بإيماننا. آمين. بدنا نزيد إيماننا ما بدنا ينقص. نعم. إحنا جايين على معركة ضخمة مع الاحتلال بحاجة للثبات على الدين بحاجة للثبات على المقاومات وعلى كل شيء حسن وخاصة في تعليم دين بالحفاظ على هاي الأرض. نعم. إحنا حراس الأرض حراس المطرح وحراس الأقصى يا دكتور ما ننسى كشعب فلسطين أنه إحنا في الخط الأول في الدفاع عن مقدساتنا وعلى مقدمتها المسجد الأقصى. فبدنا نثبت يا دكتور وربنا يفرج كرب أسرانا ومسرانا ويرحم الشهداء وكل يوم في عندنا شهداء يا رب تذكروهم وما تنسوا قضية الأسرى والمسرى يا دكتور. الله يجزيك بركت بركت شيخ طايل الله يجزيك خير بارك فيك تقبل منك. أروح للحاج فخري من الظاهرية الظاهرية الغالية علينا. السلام عليكم حاج فخري. السلام عليكم. حياك الله تفضل. رحمة الله وبركاته. أنا ما بدي أطيل عليكم بدي أعطي وأفسح المجال للأخوة الكرام. الله يرضى عليك فضل دكتور. أنا حاب أني أنبه لنقطتين. فضل. النقطة الأولى اللي هو استقبال عيد الفطر يعني ما بدنا نستقبل عيد الفطر السعيد بالمعاصي وبالاختلاط وبهذه زي أختي وهذه زي عمتي. هذا الحكي يعني احنا ما بصير نستقبل العيد بالمعاصي. احنا طلعنا من شهر رمضان. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل من جميع المسلمين. فاحنا ما بدنا نستقبل هذا العيد. هذا يعني عيد يوم عيد يوم يعني تقرب الى الله سبحانه وتعالى. ما بدنا نستقبل هذا العيد احنا بالمعاصي. حسنت. والنقطة الثانية وين هالفرح وين الفرح واخوتنا يعني واخوتنا في الاسر اخوتنا وابنائنا في الاسر وين الفرح اللي بده يطيح في قلوبنا والمسجد الاقصى يئن تحت نير الاحتلال وين الفرح هذا يعني امر عجيب يعني. فانا بدي اختصر يعني اللي يعني قلت هذا الشيخ او هذا الدكتور شبه شهر رمضان الدرج انه يطلع درج 9 درجات 10 درجات في بسطه. الحين اذا بنكمل احنا شهر رمضان وبنعاود ننزل الدرج 9 درجات نرجع زي ما احنا فهذه مشكله عويصه. صحيح. احنا لابد الا احنا نطلع من شهر رمضان من البسطه هذه للاعلى منها. اذا ما كان الواحد اذا ما كان في عنده انف لقرايبه وفي لاخته وفي ما اذا ما كان يتنازل لاخوه المسلم من اجل الله فيعني شو هالصيام اثر فيها. اذا ما اثر فينا هذا الصيام وهذا الشهر الفضيل يعني اخساره على التعب كليته. تبارك الله فيكم جزاك الله خير. الله يكرمك الله يرضى عليك وتقبل منك ان شاء الله. اخوي الحاج فخري من الظهريه الغالي. اروح لاخوي ابو انس من الناصر العزيزه. ابو انس السلام عليكم. سلام دكتور كيف حالك؟ تاج راسي خلي لي اياك. الله يتقبل ويبلغنا واياكم ليله القدر. هذا الشيخ مصطفى حسين لازم كثير تحبه انت. هذا اسم ابوك اولا. اه طبعا. بعدين ذكر الإذاعة اليوم. والله أنا انبسطت اليوم. الله يرضى عليه ويكرمه. ذكر الإذاعة إذا انتبهت والتفسير تاعه. نعم دكتور ربنا هو الله يكرمه الشيخ بيقدم هذا التفسير. طبعا هو مخصص لأهل فلسطين وإذاعة القرآن الكريم. طبعا صحيح. ما اليوم يعني أنا انبسطت يعني كشعر بدن ويحيي الإذاعة يعني الدكتور. الله يكرمه. بعدين قلت هذا اسم حياة أبوك يعني من جلد. الله يتقبل منا جميعا دكتور. فضل. ربنا بقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الاستقامة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصي قال قل أمنت بالله ثم استقم شيبتني هود وأخواته وما شيبك بها قال قول الله تعالى فاستقم كما أمرت. الله. ميز الله ليالي عن أخرى وأيام عن أخرى لكن ليس معنى ذلك انه نتهاون ونتكاسل. وقص القرآن الكريم قصة امرأة من غبائها كانت تغزل الصوم من اول النهار الى اخره ثم تنقض ذلك الصوم وربنا قال في سورة النحل ما تكونوا زيها ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا. دكتور حتى ما فرحنا بالعيد احنا بدنا نتعالى على الجراح وعلى الالام وعلى الاوضاع الموجوده يعني اذا للصائم فرحتان يعني ربنا بده يعطينا اياها بيوم الفطر لما نلقى الله. خلينا ناخذ الاولى هسه بدايه وان شاء الله نرجو الثانيه انه لما بيجي العيد حتى دكتور من قام ليله العيد لم يمت قلبه عندما تموت القلوب. شوف يبقى بعبادة دائمة. ذكروا على 6 أيام صيام بعد رمضان اللي بيصوم رمضان واتبعه 6 من شوال بعبادة دائمة الإنسان المسلم
والأعمال بخواتيمها. الله أحسنت. يرزقنا حسن آمين. الختام آمين يا رب العالمين. وصلاة وإياكم دكتور يا رب. برحاب المسجد الأقصى المبارك قريبا. شكرا الله يكرمك أبو أنس يتقبل منك إن شاء الله. روح لأخوي عاهد عساف. عاهد السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك يتقبل منك. تفضل. كلام بسيط ما بدنا نكرر ما قيل. تفضل. أنا مع الأخت اللي حكت تحت الهواء. ما يعطى للمرأة في العيد صلة الرحم لا يفكر من أعطى ولا يغني من أخذ. أحسنت. بس أنا بدي أنوه لشغلة. صلة الرحم متبادلة. إذا كانت الأخت غنية والأخ فقير لماذا لا تعطيه شيء؟ أحسنت. الشغل الأمر الثاني أيها المدعين بدنا نفرح ندخل الفرحة على قلوب من نعين ومن نحب رغم الألم رغم الشهداء رغم الأصغر ما بوقف الفرح. صح. نحن نفرح بعيدنا الأصغر وأطمن نفسي والآخرين جميعا الأخوان الأحكى عن عيد أكبر تحرير بيت المقدس وقادم وقريب بإذن الله يا رب. ونأمل من الله هذا نامل من الله عز وجل أن نكون من الذين يعني يرونه بأم أعينهم. أخويا الأمر الآخر بالنسبة للقبول في رمضان. نعم. أول شيء على العيد في نهاية رمضان يجب أن تكون مسامحة اللي ما مش قادر يسامح أخوه المسلم ويعفو عنه كيف يجرؤ أن يطلب العفو والرحمة من الله عز وجل هو مش قادر يسامح. يعني عليك يعني عليك. أحسنت. الشغلة الأخيرة سامحني أنا أطلت لا تفضل 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 الشغلة الأخيرة علاقتك بالله عز وجل بعد العيد مع الآخرين مع الناس هي علامة قبول لصيامك في رمضان. إذا قبل صيامك سيتحسن وضعك مع الناس أخلاقا ومع الله عبادة وتقربا. الله يكرمك. بركت بركت. الله يجزيك خير وتقبل منك إن شاء الله أخوي عاهد عساف. جزاك الله كل خير. يعني النقطة اللي حكاها أخوي عاهد جزئية وخطيرة ومهمة جدا جدا وهي نذكر فيها أنفسنا يا أخوان. أنت تطلب العفو من الله نقول جميعا اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. نطلب العفو من الله عز وجل وأنت لم تعفو عن أخيك عن أختك عن زميلك عن من أساء إليك عن من حصل بينك وبينه مشادة ومشاجرة يعني الأمر في غاية الأهمية والخطورة ولنتوقف فيها مع أنفسنا حتى تكون قسمتنا قسمة حقيقية. أروح لاتصالنا الأخير مع أختنا أم سند من حلحول الخليل. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله. تفضل أم سند. نعم وأنت بخير دكتور محمد. الله يكرمك بالنوم منك إن شاء الله قبل الطاعات. أنا مستمعة دائما لإذاعة القرآن الكريم. الله يرضى عليك. تفضلي. والله أنا حاب أهنيكم بشهر رمضان وبالعيد ما شاء الله عليكم وعلى برامجكم. الله يتقبل منا جميعا إن شاء الله. كل عام وأنت بخير. الله يكرمك يا أم سند. بدي أبقى أشكرك جدا يعني على التهنئة لأنك أنت أخت فاضل إن شاء الله. الله يخليك. الله يجعله عيد رحمة وعيد أخلاق وهداة بال على كل الناس يا الله. إيش اليوم مطلوب من الأمهات اليوم عشان يوسعوا على أولادهم في العيد؟ هل إحنا في توصية نقول للأميات ما يشدينش على أولادهم ولا يديروا بالهم عليهم في هالعيد؟ هذا العيد مهم كثير للأولاد الصغار حديث. يا ريت الكل يكون على قلب واحد ويكون الكل على لأن تكون الأخلاق الطيبة والحسنة والتصافح والتسامح. أحسنت. فوق كل شيء. الله يكرمك. بعدين العيد عيد رحمة وعيد تواصل وعيد ما بنقص عن أي يوم ثاني يعني. صدق. يوم عظيم يوم العيد. الله يجزيك الخير. بوركتي أختي مسند من حلحول الخير. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أنا حبيت والله أهنيك. بوركتي. الله يتقبل منا منك. وينعاد عليكم إن شاء الله. يا رب الله يتقبل منا منك إن شاء الله. وكلنا إن شاء الله نلتقي في رحاب المسجد الأقصى المبارك. الله يجزيك الخير أختي مسند. وهذا دليلها الكرام انه احنا ان شاء الله اسال الله انه يجعل عيدنا العيد الحقيقي عيدنا الاكبر والعيد الادوم ان شاء الله رب العالمين في ساحات المسجد الاقصى ان شاء الله عيد فرحه انتصار وفرحه بناء وفرحه محبه فيما بيننا ولا يمنع يا اخواننا ان نفرح بين ابنائنا في يعني انتهاء هذه الطاعه وانه كلنا طائعين لله بحمده وبفضله وهذه فرحه مطلوبه وهي سنه ان نفرح في هذا الموضوع. بدي اعتذر عن استقبال المكالمات لان الوقت بات ضيقا وضيقا جدا لأنه سامحوني بعرف التليفونات بترن وبدي أقول لكم تقبل الله طاعتكم ولكن أختم سريعا إذا تكرمتم لي في سنن أذكر فيها نفسي وأذكركم اللي هي يعني دعوني أقول سنن العيد وتكبيرات العيد والتي إن شاء الله إذا القرآن الكريم لن تبخل عليكم بتذكيركم لأنه دائما هذا الأثير المبارك الذي ممتد عبر هذا الوطن الكبير والواسع وطننا الفلسطين والوطن العربي ككل ابتداء الحمد لله رب العالمين سننه دائما نبدأ نذكر أنفسنا بالعيد بالتكبيرات يا أخوان لأن ننساش الاغتسال لصلاة العيد
ولبس أفضل الثياب وأطيبها. الأكل قبل الخروج بتعرفوا ولو بتمرات يا أخوان، هذا مهم جدا. زكاة الفطر ما قبل صلاة العيد تذكروها، زكاة الفطر يا أخوان على كل مسلم يعني صغير أو كبير يا أخوان، حتى على الجنين عند العلماء. كمان الجهر في التكبير في الذهاب لصلاة العيد، وانت في سيارتك كبر، ما على العكس اذهب من طريق وارجع من طريق يعني إخوانا، وهذا من السنن، السنن التي قد تكون ضائعة عند بعض كثير من الناس. صلاة العيد تكون في المصليات العامة والواسعة والكبيرة، وإن شاء الله أنه تكون اليوم الأوقاف يعني تدرك هذا الأمر، وتكون دعوة للصلوات في المساحات المفتوحة، لأنه اليوم الجو جميل ولطيف، وإن شاء الله يكون كمان فيه دعوة لهذه الصلوات. اصطحاب النساء الأطفال الصبيان دون استثناء، من شان نروح كلنا نطلع لهذه الصلاة، ونلتزم دائما بتعليمات التباعد، لكن مع وجود الصلاة المهمة جدا أداء صلاة العيد، الاستماع لخطبة العيد، وهذا أمر كمان مهم. وأتمنى من الخطباء أن يكونوا واقعيين ويلامسوا واقعنا، وما يكونوش دائما عايشين في المريخ، لأن في بعض الخطباء عايش في المريخ مش داري عن حاله. فإحنا بنذكر أنك أنت عايش في فلسطين في أرض أسرى ومسرى، فتذكر يعني شبابنا، وتبذكر أهل يا رب العالمين، عشان نكون متفقين. التهنئة بالعيد كمان عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. تقبل الله منا ومنكم يا جماعة الخير. وبدي أذكركم أول شيء تقبل الله طاعتكم. يعني في إجازة العيد سنغيب عنكم إن شاء الله، بس مش أكثر غير يعني حلقتين يعني تقريبا يا محمود. أنت مبسوط يعني، قلت يلا إجتك الفرصة هسا. يعني تقبل الله طاعتكم، إن شاء الله نعود لكم بعد العيد بإذن الله رب العالمين ببرنامجكم عمار يا بلد، مواضيع جديدة، مواضيع تلامس الواقع، تلامس الحياة، وإن شاء الله دائما على العهد بإذن الله رب العالمين أن نبقى نذكركم بالله، ونربط قضايانا بالله، وأن نكون نلامس واقعنا لنحسن وإياكم تحسين هذا الواقع، لنصنع عمارا في القلوب وفي السلوك وفي الواقع وفي الأرض، حتى نكون أكثر قربا من الله عز وجل. أسأل أن يغفر لنا جميعا، أن يبارك في أعماركم، أن يبارك في أوقاتكم. بالله عليكم يا أخوانا تدعو لنا، تدعو لكل فريق الإذاعة، الله يجزيكم الخير. تسامحونا إن قصرنا فمن أنفسنا والشيطان، وإن أحسننا فمن فضل الله علينا دائما وأبدا. حقيقة أنا بدي أشكر كل الإخوة والأخوات اللي كانوا موجودين معنا عبر هذا الأثير المبارك، وأيضا عبر حلقات رمضان، تحديدا فريق العمل الذي بذل كل الجهد ليقدم لكم ما ينفع إن شاء الله، ويذكركم ويذكر أنفسنا بالله عز وجل، لنكون دائما على الطريق، على طريق يرضي الله عز وجل. والشكر أيضا لكل من اتصل تواصل دعا لنا في ظهر الغيب، لمن شارك، لمن تفاعل، لمن شارك أيضا عبر صفحات الفيسبوك بالتعليقات بالدعاء، هذا كله لهم كل الحب، كل التقدير، كل الدعاء إن شاء الله رب العالمين. ونعتذر من الإخوة اللي ما قدرنا مرات بيتصلوا ما يقدروا يوصلوا اتصالاتهم، سامحونا، نعتذر لكم، وإن شاء الله لكم أجر النية وأجر الفعل بإذن الله رب العالمين. ولا شك أني لازم أنا أعيد على فريق العمل، ومحمود بلوح لي في إيده، فبقول له محمود معلش 10 ثواني، أعيد على فريق العمل وأقول لهم كل عام بخير. كل عام بخير دكتور محمد الملاح، كل عام بخير أستاذ أسامة ملحس رئيس التحرير، كل عام بخير أخونا أبو حذيفة، كل عام بخير أخونا رضا مدير إذاعة القرآن الكريم المدير العام، كل عام بخير الفريق الرائع جميعا. مجد النعنيش كل عام بخير يا حبيبي، غلبناك أنت مزبوط يعني، أنت رائع وراقي، الله يكرمك ويجزيك الخير. كل عام بخير أخوي باسل، كل عام بخير كل الإخوة الكرام، كمان زملائنا الإخوة الذين يقفون على الأثير، الشيخ بشار وكل اللي رائعين، الشيخ مهدي سليم وكل الأحبة الكرام. ولا شك كمان الشكر موصول لأختنا الفاضلة ريج عمران التي استمرت ولا زالت معنا في إعداد هذه الحلقات، جزاه الله كل خير. لكم الحب جميعا والدعاء في ظهر الغيب، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الطاعات. وزي ما بيحكي لي محمود يعني نكثر من الدعاء ونكثر من استثمار هذه الليلة، لأنها ليلة قدر إن شاء الله رب العالمين. وتنسوش أن تنفقوا في سبيل الله ما أعطاكم، ومش غلط تستنوا العيديات من أهاليكم. طبعا بحكي للأخوات يا مرجال، حضروا جيبكم من كشوهن ووسعوا على أهلكم وانفقوا ينفق الله عليكم. أسأل الله يحفظكم ويبارك في عمركم دعواتكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله عمار يا بلد انت العزو والسند، واحنا رجالك للأبد، والله عمار يا بلد. تابعنا وإياكم أيها الأحبة الكرام البرنامج التفاعلي عمار يا بلد مع الدكتور محمد مصطفى بشارات، الخبير والاستشاري في التنمية البشرية. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة يومي الاثنين والأربعاء عند الساعة 11:30 صباحا، ثم يعاد مسجلا عند الساعة 11:30 مساء بإذن الله تعالى. والله عمار يا بلد، لما الجار يحس بجاره
يتفقد ويزور بداره يحفظ له ماله أسراره. والله عمار يا بلد، والله عمار يا بلد، انت العزوي والسند واحنا رجالك للأبد. والله عمار يا بلد.